عن تجربة مكمل معكم مع تجربة وتحدي أثبتته المرأة السورية هالمرة بعالم تحكيم كرتي القدم والريش الطائرة بسوريا. ضيفتي آمنت بما قدرت للوصول، حلمت ورسمت وخططت ونفذت فنجحت بأن تكون أدى وقدود. الحكم نور يحيى، أهلا وسهلا لأول مرة عبر سوريانا. أهلا فيك. كيفك نور؟ تمام، كيفك أنت؟ أهلا وسهلا فيك نور. يعني خليني بلش من مقولة آمنتي فيها، ما في ميدان بهالحياة مرتبط بالرجل نفسه لحاله. قدرتي تشتغلي على القصة وتثبتي أنه المرأة أو السيدة أو البنت قادرة تكون معه حده حتى بأصعب المهن؟ طبعا، يعني المرأة هي قادرة تصنع يعني اللي بيصنعه الرجل، وقادرة تعمل أكثر من هيك. طبعا يعني المرأة يعني بس يكون عندها ثقة بحالة يعني بتقدر تعمل أكثر من الرجل. يعني ما في إنه مجتمعنا هاد عنده فكرة إنه مثلا الرجل خلص، الرجل هو هيك والمرأة ما بتساوي شيء، بيقول مثل ما بيقولوا المرأة للبيت. ولا بالعكس، يعني المرأة بتقدر تعمل أكثر من الرجل. تمام. اكيد بده يفتى لبرا، اكيد ما حيقدر لجوا بالطبخ شوي يعني. نعم. ايه، فالمرأة بتقدر تعمل مثل الرجل واكثر. يعني معوقات اللي يمكن صادفتك اول ما فكرتي تعملي تحكيم بكرة قدم او ريشة طائرة، شو كان في معوقات؟ اول شيء دورات اتبعتي، تدربتي، كان في قصص لحتى وصلتي انت للي انت وصلتي له؟ تمام. هلا اول شيء بلشت دورات الصقل بالتحكيم، بعدين انا هلا بالبدايه كنت العب فوتبول، بعدين سويت دورات تدريب، دربت فتره، بس لجأت للتحكيم حبيته اكثر، يعني حسيته هيك في روح القياده، يعني شيء بيشبهني. فحبيت التحكيم، وقت لجأت للتحكيم صرت ساوي دورات واختبارات لياقه بدنيه. يعني طبعا الواحد لازم يهتم بهذا الشيء لحتى يصير. فيعني إلي هاي 3-4 سنين يعني عم كفي بالتحكيم، عم اتابع حالي، ان شاء الله يعني بوصل للدولية. اهلك كانوا داعمين لفكره انك تكوني بتحكيم وحتى بالرياضه بشكل عام؟ كبدايه انه استغربوا الفكره، انه إيه انت بنت وهيك، مو بس اهلي يعني الكل، انه إيه انت بنت. قلت انه ما فيها شيء يعني. شو بنت يعني، كمان بنت تقدر مثل الرجل بالنهايه. بعدين يعني تقبلوا، الكل تقبل الفكرة، انه خلص صار يشوفوني انه هيك، يعني شافوني انه قد يعني. نور اليوم يعني اللي بده يعرف بالتحكيم، عندنا بنات كتير تحكيم ولا هن عددهم قليل بيكونوا؟ هلا في بنات بس يعني مو مثل عدد الذكور يعني. وكيف يكون لما تنزلوا على مباراة ويشوفوا بنت نازلة بدل شاب او هلا ايه بشوفوا بنت انه هي بنت نازلة تحكم، انه بصيروا يعني بينصدموا انه هي بنت، شو بدها تعمل هاي؟ انه بس يعني وقت بشوف البنت عندها ثقة بحاله عم تأدي أداء مثل الرجل، هون لا بتتغير وجهة نظرها. تعرضتي كتير يمكن لمواقف يمكن قد تكون مضايقات، ممكن حدا يحكي كلمة مثلا تضايقك، ممكن حدا يصير في تخبيط أحيانا. بتعرفي ملاعبنا ما شاء الله عليهم، بعض طبعا مشان ما نعمم، في بعض الملاعب بعد كل مباراة في قتلة أو بيتقاتلوا، ما بعرف، قتلة، بهدلة، مسبة، عادي حضراني هذا القصص عادي كثير يعني فيه. بالعكس هالشيء أنا ما بزعل، هالشيء بيقويني يعني. هالشيء سلبي يعني بيقويني، ما بيضعفني يعني. في مره رحتي على البيت وقلتي الله ما بقى بدي اروح على، لا انا خلص انا دخلت، ما بضعف انا دخلت بشي يعني. حتى يعني الواحد اذا بده يدخل شيء وبيحبه لازم يكمل فيه، اجبار الواحد بده تواجه صعوبات. يعني بده يتواجه صعوبات ومشاكل، الواحد اذا ما كمل وواجه هذا الشيء ما بيصير بالنهايه يعني. قديش عندك روح رياضية؟ يعني بتتقبلي الخسارة، الإخفاق، الفشل مطرح من مطارح؟ لا، ما بيفشل وما بيأخطئ ما بيتعلم. كم مرة فشلتي؟ الواحد الكل ما في يعني ما بينعدوا. بس بكل مرة كنت عم تقومي أكيد أكيد. هلأ مو يعني الواحد أنه فشل خلص خلصت حياته، لا بالعكس، ممكن لقدام تكون حياتك لسه أحسن. الفشل ما يعني فشل دراسي، عم بحكي فشل قد يكون بقرار معين خاطئ، ما أصبتي صح بالتحكيم نفسه. يعني ممكن تكوني عم تحكمي بقرار رياضي رح تطلعي فيه ويكون أخفقتي فيه أو ظلمتي حدا على حساب حدا. هلا ما في حدا ما بيأخطئ بالنهاية. هو الحكم يعني من صفاته لازم يكون عادل، بس إذا أخطأ يعني عن دون قصد، هلا الحكام الدوليين عم يأخطوا، فما في حدا مو بيأخطئ يعني. فأنا مو يعني إنه أخطأت إنه لا بتنزل بتضعف من شخصيته هيك، لا بالعكس، كل ما أخطأت كل ما تعلمت أكثر يعني. الواحد كل ما أخطأ كل ما تعلم أكثر. طبيعة المباريات اللي بأي مكان كانت تكون بكل المحافظات السورية عم تكوني ولا بس بالشام عم تكون؟ لا هلا حكمت، عم بنزل حكم بالسويدة بالسويدة. اي نزلت مرتين على السويدة.
بدي أقول يعني من وقت نقول كرة قدم بيخطر ببالنا رياضة شباب ذكور، كسرتي هيدي النمطية اليوم أنت كنتي تلعبي كرة قدم؟ كنت ألعب صغيرة كمان. قلتي لي حتى بتدربي بجيم؟ بدرب جيم حديد. حديد بعطي برايفت حديد هالقد. يعني متابعة بأكثر من مجال. يمكن حدا هلا شاب يقول لك لا خيو وصلتي يعني أخذتي كثير من رياضاتنا ومن شغلنا. لا عم يقولوا لي لا. إنه معلش أنا عم بكون موضوعي يعني معلش. هدي بدها تكنيك وبدها لياقة وبدها تدريب. بدها كثير تعب يعني كثير يعني أهم شيء بالرياضة هي اللياقة، اللياقة البدنية. الواحد إذا ما عنده لياقة ما بيستفاد شيء. يعني الواحد لازم يتعب حاله باللياقة بكل شيء لحتى يصير، يعني إذا ما تعب حاله ما بيصير بالنهاية. في عندك حمية وغذاء معين؟ هلا أنا بعطي حمية بس أنا ما بتبع. ليه؟ ما بتبع. مو لازم؟ مو لازم. ما شاء الله عليك. مرت فترة تبعت حمية بس كون عندي اختبارات أو هيك يعني التزم، مثلا كون عندي اختبار بعد فترة التزم ساوي كارديو كل يوم مشان قبل الاختبار افتح نفس وهيك بس بعدين لا عادي يعني. بس مثلا بيجوا لعندي بعطيهم برايفت اكيد يعني، وهي الحميه 70% يعني كمان والرياضه 30%، فلازم يعني الواحد اذا ما التزم بالنظام الغذائي ما بيمشي الحال يعني. في عندنا اخطاء شائعه ومقولات عن الحميه وعن الرياضه اللي بيعملوها، بس اليوم قد ايه يعني في عندنا هذا الوعي، قد ايه عندنا معلومات حقيقيه مصادر حقيقيه، يعني صار اي حدا بالبيت جاي على باله يعمل كوتش صار بيطلع لك لايف وبيعطي نصائح وبيعطيكي خدي هذا النظام وخدي هالقصه. هلا اغلبيتهم هيك يعني هاي بيقولوا دوره الخمس ايام تعلموا يعني هو بيعمل دوره وخلاص انه انا صرت كوتش، وما بصير هيك يعني مثلا يعني بدها يعني خبره، هي بالنهايه مو انه شهاده ويلا اروح درب، هي خبره يعني بالنهايه الواحد يعني بعد 10 سنين ولسه عنده، هي لسه بده كمان وكمان يعني خصوصا البادي بيلدينج يعني بدها يعني كثير بدها يعني انتباه، يعني اي حركه صغيره بتروح الشخص يعني، فا يعني ما لازم يعني بنصح هدول اللي عم يساووا دورة الخمس أيام إنه يتمرنوا ويشوفوا ويساووا دورات أكتر بعدين يدخلوا بنظام مجال. بدي أرجع على التحكيم يلي حضرتك اليوم انشهرتي فيه بمجال التحكيم الرياضي، في دورات اتبعتيها لحتى عملتي حكم كرة قدم وريشي طائرة بسوريا؟ ايه هلا في دورات باتحاد الفوتبول، هي دورات صقل للشباب والبنات، شباب وبنات مع بعض. فتبعت هاي الدورات وبعدين صرنا يعني صارت تمريننا يعني يومين بالأسبوع تمرين لياقة بدنية ودورات ثقل يعني هاي عن التحكيم يعني واختبارات يعني كل فترة كل ما سوينا اختبار بيرفعونا درجة. أول مرة نزلتي فيها على الملعب وكنتي هيك موجودة ولابسي اللباس الرسمي اليونيفورم للحكم، شو كان شعورك يعني شو كان بعد ما طلعتي شو حسيت؟ هلا بصراحة أول مرة نزلت ما كنت لابسة لباس نازلة بيجامة يعني فنزلت يعني أول شيء استغربت إنه ما بفهم شيء أنا. هلا الواحد إنه مهما أخذ يعني مثلا مهما إنه شرحت يعني ما رح تستفاد إذا ما جربت عمل يعني على أرض الواقع يعني إذا ما جربت ما بتتعلم أبدا يعني مهما حفظت ومهما حدا يعني أعطاك محاضرات وهيك ما بتتعلم غير إذا ما جربت على أرض الواقع، وإذا ما جربت وأخطأت ما بتتعلم بالنهاية. مين بتشجعي دوليا عالميا؟ ريال مدريد. ريال مدريد ريالية. ريالية. وعلى صعيد هون سوريا ما حدا، ما بتتابع حدا؟ شجع حالي. ليه؟ ما بتابع. ما بيستحقوا نتابعهم ونشجعهم؟ مو ما بيستحقوا بس يعني بشكل عام كونك بالمجال يعني. هلا إذا بقول الكلمة إنه عادي أوكي مو مجالي رياضة، لكن مجالك رياضة. عنا لاعبين يعني محترفين بس المشكلة ما في أساس. شو بينقصهم؟ بينقصهم يعني هو ما في أساس يعني بالتشكيل، ما في روح رياضية يعني وقت مثلا منتخب بيلعب مع أي فريق من يعني منتخبنا بيلعب مع أي فريق بتلاقيهم أنه كل لاعب أنه عنده احتراف بس ما في روح قيادي، ما في روح يعني بين اللاعبين، فبتلاقيهم ماين دائما ما بينجحوا. مع أنها هي لعبة جماعية يعني هل كل واحد عم يشتغل على حاله تكنيك لحاله يعني ما في هالتنسيق بين بعضهم؟ ما في تنسيق أبدا. مسؤولية مين؟ المدرب ولا هني نفسهم اللاعبين يعني مع أنها هيدي الروح الجماعية؟ لا وصراحة المسؤولية من الاتحاد يعني اتحاد الفوتبول. كيفك أنت والاتحاد؟ اتحاد كرة القدم؟ تمام. بلا ما أفتح السيرة بيكون أحسن. آخر مباراة حكمتيها وإمتى كانت؟
هلا آخر مباراة اليوم كانت بالبوتشي الفيحاء بين عمودة والأبتاون. كل قديه بيستدعوك على تعملي تحكيم؟ هلا أحيانا كل ما صار دوري يعني سيدات أشبال ناشئين أحيانا بحكم شباب ورجال وديات يعني، فكل فترة أحيانا بكون عندي 3 أيام ورا بعض، أحيانا كل شهر مرة يعني حسب. عينك على الشارات التحكيم الدولية؟ طبعا يعني هذا طموحي يعني وصل للدولية. كانت ضيفتنا قبل شوي روبا زرقا، وكانت حدا عمل هذا الإنجاز، حصلت على شارتين دوليتين. بدها قصة شو؟ بدها تعب، بدها جهد، بدها مثابرة، بدها مراسلة، شو بدها؟ هلا روبا يعني ما شاء الله عليها انه عندها لياقه وعم تدعب حالها يعني، يعني هي بتستحق الشاره الدوليه بصراحه يعني. فالشاره الدوليه مو بسهوله الواحد بياخذها، يعني بدها تعب، بدها لياقه، بدها اجتهاد نفسي، اجتهاد شخصي، مو انه والله واحد انا اعتمدت على الواسطه خلاص انا صرت دوليه، هيك ما بتنجح يعني. القصه بدها ما انا واسطه اصلا، ما انا واسطه يعني، بس فرضا عالم بيقولوا انا بدي واسطه خلص انه انا بترك اللياقه وانا بترك ما بحفظ القانون ما بعمل شيء خلص انه انا بوصل. بس لا، هي ابدا مواصله، الواحد بده اجتهاد منه يعني، اجتهاد شخصي منه لحتى يوصل اللي بده اياه. فلازم يعني يتعب حاله باللياقه، اهم شيء اللياقه البدنيه. بالقانون لازم يدرس القانون منيح، لازم يتعب حاله بالانجليزي كمان يعني اهم شيء الانجليزي، لانه لما تطلع برا بدك تشوف كثير يعني. هدول الثلاثه هن اللي بيكملوا التحكيم. لغه قويه لانه اصلا بحاجتها برا، اكيد طبعا يعني الواحد اذا ما عنده لغه اذا طلع لبرا ما بيستفاد شيء. فيعني هدول الثلاثه هن اللي بيكملوا التحكيم يعني. كهوايات غير الرياضه شو بتعملي؟ بعطي زومبا. بعطي زومبا بمدرسة خاصة. هي رقصة الزومبا يلي معروفة. رقصة الزومبا هي عبارة أنه عن أصلا لياقة. فيها شيء من الأيروبيك، فيها شيء من يعني التمارين الرياضية. هي حتى رقصة لاتينية فيها من الأيروبيك تمارين رياضية، فيعني حلوة، هي مسلية ولياقة يعني للجسم. كحلم فيما بعد قلتي لي كم تحكمي مونديال أو شو ببالك؟ ببالي هو حكم مونديال برازيل 2016. ان شاء الله يا رب بلكي بنشوفك ان شاء الله يا رب. كل شيء بدك اياه. توصفي تجربتك اليوم شو بتعنونيها كتجربه؟ كتجربتي بالتحكيم يعني هلا انا بفتخر بحالي اني وصلت لهالمرحله هاي وتعبت حالي، وان شاء الله يعني هاي طول الشيء يعني بالنهايه، ولازم اتعب بحالي اكثر، لازم اشتغل لحالي اكثر لوصل اللي بدي اياه يعني. فبنصح يعني كل حدا حابب يوصل لشيء انه بده تعب، لازم يتعب حاله، لازم يشتغل حاله على نفسه، لازم يقوي حاله، لازم يكون عنده ثقة بحاله، مو انه مثلا اجا شخص حكاني كلمة سيئة انه تتحطم نفسيتي، لا بالعكس، انا لازم هذا الشخص اللي حكاني هاي كلمة لازم يقويني يعني، لازم الكلمة الشغلة السلبية لازم تقويني تتفع لي معنوية. صارت معك هيدي؟ تعرضت للتنمر يمكن الصخري انه شو جايبك على هذا المجال؟ كتير تعرضت، لا كنت اضحك وعادي انه خلص انا واثقه من حالي وانا بعرف حالي شو انا وبعرف حالي شو رح ادي. حفزك لتعملي الشيء اللي بدك يعني؟ هو بالعكس قواني يعني وشجعني اكثر لاني يكون بالتحكيم. كل ما حدا حكاني انه انت بنت وما بصير تحكمي، لا بشجعني اكثر لاني اروح حكم ولاني وصل انه خلي طموحي للدوليه. وما لها علاقه لا بنت ولا شاب، القصه شو بدي هي اراده وتصميم بس. تماما اراده. هلا هون هذا مجتمعنا انه بنت البنت غير الشاب، بس اما انه خارج البلد يعني غير، ما بيميز انه بين البنت والشاب. نحن اليوم حبينا نضوي على هذه التجربه، تجربه تستحق نضوي عليها، كان بتحكيم الدولي كان مع روبا زرقا، وعن تجربه التحكيم بكره القدم بسوريا لحضرتك. بشكرك، بشكر حضورك. تسلم. كلمه اخيره اذا حابه تقولي شيء. هلا بحب اشكر اللجنه الفرعيه والرئيسيه بالفوتبول يعني، هن كثير دعمونا يعني بالتحكيم. نعم. بحب أشكر الحكام الدوليين يعني، هن كتير بيساعدوني بالتمارين العملية وتمارين اللياقة. وبنصح لكل حدا يعني بده حابب يجرب التحكيم أنه يكون قد حاله وعنده ثقة بنفسه، وأهم شيء يمتلك روح القيادة ويكون عادل. الحكم هي صفاته، العدل والقيادة والثقة بالنفس، إذا ما كان هيك حرام يكون حكم. إن شاء الله موفقة بكل شيء تعمليه. نور يحيى، كنتي ضيفتي لأول مرة عبر سوريا، أنا بتشكر حضورك، إن شاء الله موفقة بكل شيء. تسلم يا رب، كلك وتحقق الحلم اللي بدك. إن شاء الله يا رب. مستمعينا ومتابعينا، هدول كانوا تجربتين بيستحقوا الإضاءة عليهم، تجربتين أنثويتين بامتياز، بس أثبتوا حالهم بأنه المرأة السورية وين ما كان بتكون وقدها وقدود. برجع بلتقي فيكم الحلقة الجاية، بضلوا بألف خير.